ايه؟ مالك؟ مالك؟ لا ابدا، نفسي غمت عليا. في حاجة بتوجعك؟ لا لا، ظهر انه شوية برد ولا ايه؟ لا ظهر اني كلت كتير. ما تاخدش في بالك، دلوقتي ابقى كويسة. تعال تعال انت استريح. تحبي اجيب لك دكتور؟ لا. كان واجب برضو يا ماما نروح نحضر فرح حسن. بقى بعد الفرح ما خلص جاي تقولي لي كان واجب؟ ده انا لساني نيشف من المحايل عليك. يعني كنت عايزنا نروح وماما ما تروحش. وهو انا كان ممكن اروح يا حكمت؟ اخدت عتبه بيت علي بيه واحط ايدي في ايده بعد اللي حصل؟ ما هو يا ماما عارفه هتقولي ايه، خالك بسيوني، لكن قلبي ما طوعنيش. جايز لو كان اخوك هنا وفي ظرف غير الظرف اللي هو فيه ده كنت قلت يمكن يتجوز ستها، لكن بعد اللي جراله ما ظنيش. اسمحي لي اقولك ان انت غلطانه وحكمت كمان غلطانه انها ما راحتش. جايز علي بيه ما يهمناش، لكن عم بسيوني وحسن وزينب والدكتور خالد دول اللي ما نقدرش نستغنى عنهم او نقاطعهم. طب وافرض ان انا كنت رحت وجه عيسى طين عيشتي، يبقى كنت هفرح بالمروح؟ ما انا بين نارين يا اخواتي. حسن حسن انا قلت عمتي ما جاتش الفرح يبقى لازم تعبان. دخلتك عليا دلوقتي يا حسن بردت قلبي شويه. مبروك يا دادا، مبروك يا ابني. معايا ضيف. يتفضل. هو انت غريب، ما انت عارف معزيتك انت وضيوفك. ده باسم خالد. ازيك يا طنط؟ لازم دموع الفرح يا حاجة عزيزة لما عرفت اني جايلك زيارة. ازيك يا عمتي؟ انتي نسيتي اني ليكي ولاد في الحنفي ولا ايه؟ مش في الحنفي بس يا زينة، دي بقى لها فرع في المنيرة كمان. عزيزة اختي قلبها كبير. انا مش عارفة اقول ايه وعيد ايه، خلتوني زي اللي عاملة ومكسوفة منها. يا خبر يا عمتي، انتي مش عارفة غلاوتك عندنا قد ايه. عشان كده متفقة معايا ان احنا لو خلفنا بنت نسميها عزيزة. اصل اسم المرحومة حماتي مش ماشي اليومين دول. ليه بقى يا ست زين؟ بذمتك يا حاجة اسم نظلة وحش؟ كانت ست الستات الله يرحمها. ما هو اسم المرحومة ماما يعني. لا مؤاخذة يا بابا، أنا اخترت عزيزة وخلاص. على كل حال ما نسبقش الحوادث، أولاً لما يحصل، ثانياً لما تيجي بنت مش يمكن يجي ولد. أظن مفيش أجمل من اسم بسيوني بقى يا خالي. بسيوني فعلاً. مش هتكشف عليا بقى يا دكتور خالد؟ لسه بتلهفي رغيفين في الطاقة يا سعدية؟ أمال يعني هسلي نفسي بإيه؟ بلاش تعملي قهوة يا سعدية، هاتي شربات. ينصر دينك يا عزيزة يا اختي. اخبار عيسى ايه يا عمتي؟ عيسى في ملكوت تاني يا حسن. ما بيكلمكيش يا عمتي؟ ابدا. الاستاذ ده تفكيره عجيب، انا مش عارف طالع لمين في العيلة.
أبوه كان كده ودماغه ناشفة. أنا عندي فكرة إنما مدهشة. الشركة عندنا محتاجة المستشار قانوني، وعيسى معاه لسانس حقوق، وممكن لو يقيد نفسه في جدول النقابة. صحيح يا حسن، فكرة جميلة فعلا. الظاهر الجواز بقى له تأثير على أفكارك يا أبو علي. أنت عملت فيه إيه يا سلمى؟ زي اللي عملته فيك زينة. زينب خلتني ما افكرش في أي حاجة في الدنيا غير فيها هي. يعني تفتكر يا حسن يرجع يستوظف تاني؟ دي فرصة كويسة ولازم ما يضيعهاش. خالد، تيجي نخطف رجلنا بكرة الصبح على اسكندرية ونرجع في ديزل الساعة 2؟ من حسن الحظ نبطشيتي بكرة بالليل، يعني ممكن. أجي معاكو. استني انت يا عميتي، يمكن هو اللي يجي معاها. حق ده كان ربنا يبقى استجاب لدعانا. صحيح يا بركة ام هاشم، دستتين شمع يا سيد الحنفي. مش دي شقة الأستاذ عيسى؟ أيوة. هو موجود؟ أيوة. وحضرتك تبقي مين؟ أنا راوية الشغالة. عندي لها سلامة. إزيك يا عيسى؟ أنا عارف إنها مفاجأة، لكن لازم تكون مفاجأة صارمة. روح يعمل لهم شاي. ولا لسه ما فطرتوش؟ فطرنا والحمد لله. يا سعيد، عجبتك اسكندرية قوي كده لدرجة انك تنسى مصر واللي في مصر؟ ما هنا زي هناك، كلها عيشة. ولحد امتى هتفضل كده؟ وايه المانع ان انا افضل لحد كده من غير شغل؟ انا طول عمري كنت بشتغل، اجرب عدم الشغل شوية. انت يلزمك جراحة خطيرة في افكارك، بنسميها استئصال الافكار الانهزامية والروح السلبية. والدتك بتسلم عليك، وطبعا محتاجة لوجودك جنبها. انا ببعت لها مصروف البيت. تقدر تعتبرني مسافر مؤقتا. خالك بسيوني بيسلم عليك وزينب كمان. مبروك لجوازكم، ولو ان التهنئة متأخرة. اذا مبارك لحسن قبل ما تتأخر تاني. على ايه؟ في متغيرات كتير حصلت في حياته، اهمها طبعا انه اتجوز. اتجوز؟ مش وقته يا خالد. مش هو ده اللي احنا جايين علشان؟ احنا جايين عشان خاطر عيسى، لكن مفيش مانع نقول له على اخبارنا مادام ما قطعنا. حسن يا سيدي اتجوز سالو. كل شيء اسمه نصيب. ما قلتلوش مبروك. مبروك. يعني التركة اتقسمت، حسن طلع نصيبي وسلوى. مش هو ده الموضوع اللي انا جايلك علشانه. لازم في خبر مهم هو اللي خلاكم جيتوا وتعبتوا نفسكم لحد هنا. في وظيفة علشانك. وظيفة عشاني انا؟ ايوه. أظن يا عيسى أن الأوان إنك تفكر في مستقبلك. إذا كنت فاكر القرشين اللي معاك هيدوموا تبقى غلطان.
مصيرهم هيخلصوا يا عيسى، عشان كده لازم تفكر كويس. وايه كمان يا دكتور؟ انا متوقع مش بس السخريه لكن الاهانه، ومع هذا فاللي بينا يخلينا نتحمل. احنا اصحاب عمر وبقينا نسايك كمان. فوق لنفسك يا عيسى وانتهز الفرصه اللي بيقدمها لك حسن. وايه كمان؟ الوظيفه كويسه، مستشار قانوني للشركه اللي انا بشتغل فيها. ما شاء الله بقيت موظف في شركه، يعني ترقيت. افتكر علي بيه رضي بيك لما عرف انك اترقيت، مش كده؟ انت معاك ليسانس حقوق، تقدر تأيد نفسك في جدول المحامين المشتغلين وتفتح مكتب كمان لو حبيت وتبدأ حياة جديدة. افتح مكتب؟ واقف على باب محكمة عابدين، قضية النفقة بجنيه ومخالفة التسعيرة باتنين، وجايز الشركة بتاعتك تغضب عليا وتلغي عقدي. شوف بقى، أنا عيسى الدباخ اللي كل محامين البلد تعرفني، أكبر محامي في البلد، لما كان بيبقى له طلب بيقف على بابي ويقول لي يا عيسى بيه. عايزني أبدأ من أول السلم. إيه إيه؟ وليه لأ؟ إذا ما عملتش كده تبقى غلطان. أنت اتجوزت سلوى وعايز تبان بطل قدام العيلة والكل يقول إنه حسن شغل عيسى، مش كده؟ إذا كان ده تفكيرك تبقى مجنون. اسمع يا حسن يا بسيوني، انا عيسى الدباغ وهفضل طول عمري عيسى الدباغ. مش انا اللي مديلك ايدي واطلب مساعده، ابدا. انا ياما ساعدتك وساعدتكم كلكم، انا مش عايز خدمه من حد، مش عايز جمال من حد. يلا حسن. مالك؟ ماليش، وما تجيش عربية. حاضر، ما قلتلهمش لانك متجوزني. قولهم ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ ما بس كمان اقف على اعلى عمارة واقول بقى ان انا متجوز غيري وانشر صورتك في اخبار المجتمع، مش كده ولا ايه؟ اللي تشوف. اسمع ما اقولك، اذا ما كانش عاجبك الباب يفوت جمل. المرات يا وادي اللي يثبت جوازنا. اتفضلي عشان ما تكررهاش تاني. عيسى ما تقوليش عيسى دي فارس، قولي عيسى ايه؟ انتوا اصلكوا صنف نمرود يتمسكن لما يتمكن. الله يسامحك، لولا ابنك اللي جاي في السكه ما كنتش قعدت هنا دقيقه واحده. ابني؟ ايوه. ايه؟ من امتى؟ بقالي شهرين. شهرين؟ يا ام كريمة انا لازم اخلص عليك. عايزه تعملي ست على حسابي؟ عايزه تكلبشيني بعيل عشان يربطني بيكي على طول؟ مش انت اللي جوزتني؟ اخلصي! انا ما جوزتكيش، فاهمه؟ ما جوزتكيش. والورق؟ قطعتها عشان ما يبقاش فيه دليل على جوازك. تحملي بقى نتيجه تدبيرك ومكرك. ربنا موجود. انا عارف انه موجود، وعارف اني لا مكر ولا نويت لك على شر. ولا بطنك ده ايه؟ مش شر؟ ده امر الله. ما تخلصيش منه ليه؟
حرام. كذابة منافقة. هيا زي بيت جنسك. مؤامرة وعملتيها ورسمت خيوطها كويس وصورتها وضحت قدامي اكتر من مرة. وانت كنت عايز تخرجي معايا عشان الناس تتفرج عليكي مع عيسى الدباغ. عيسى الدباغ يا ريري ولا يا راوية ولا المصيبة اللي كنت عايزة توقعيني فيها. انا كنت ناسي انك انت علاني لما هربت من البلد. كنت على ذمة راجل. يا بيه ده مات. مات كدبة تانية عشان تسهليه يدخل السجن معاكي. وانت يهمك ايه؟ على الاقل حتى حتة تلمك. انما انا جوزي الاولاني مات صدقني. هو الاولاني والاخراني فاهمة؟ يا بيه حرام عليك. واللي في بطني ده ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ شفتي بقى اللفه اللي انت عاملاها حواليا؟ اسمعي بنت انت تلمي هدومك ومش عايزه اشوفك هنا تاني ولا اسمع صوتك والا هجيب لك البوليس. طب انا اذنبت في ايه؟ انا مش فاضيلك عشان اشرح لك اذنبت في ايه؟ ما دام عندي حضرتك مش فاهمه. خدي اعتبر المبلغ ده على المدة اللي قضيتيها هنا حسابك يعني زي العادة. ويلا لم هدومك. يلا يلا لم كل حاجة. يلا يلا يا بيعمل معروف استر علي. ده انا وليا وحدانية ماليش غير ربنا وحضرتك. ما تتعبيش نفسك. بس كنت مستقليه فلوس. خدي خدي عايش جري عندك بس استر عليا وعلى فضلك. طيب بره ابوس رجلك يا بيه. بره بره يا بيه. بره بره ما تلعبيش بالنار فاهمه؟ ما تلعبيش بالنار. الناس حسداني مش حسدايك انت. وانت معكيش اي دليل. لم هدومك واخرجي كده بهدوء وانسي الفتره اللي فاتت دي خالص. انسي انك شفتيني وعرفتيني فاهمه؟ مش ممكن حد معايا دايما اللي هيفكرني بيك. روحي لاي دكتور ولا دايا يخلصوك منه. في ناس متخصصه كتير في الحاجات دي وانت عارفاهم كويس. الله يسامحك. اعمل معروف يا بيه. اوه عدم المؤاخذة يا أستاذ عيسى. في حاجة يا جرجاوي؟ كنت عايز أتكلم مع حضرتك كلمتين بعد إذنك يعني. أنتِ إذا سمحت لنا نخش بدل ما نتكلم على السلم. أفندم عايز تقول ايه يا جرجاوي؟ الجول جولك يا سعادة البيه.
احنا ناس غلابة، خدنا على اننا نسمع ونقول حاضر. باختصار انا مش فاضي لسماع محاضرات. يا بيه انا واقعه في عرضك، ما تفضحليش. استنى يا ريت، حضرتك عارف مفيش داعي نقول ان احنا عارفينه، وربنا ما يرضاش الظلم. انت جاي تعزني يا جرجاوي؟ استغفر الله، انا جاي افكرك. البنت دي هتروح فين بحمله؟ وهتقول ايه للناس؟ واللي هينزل هيقول انا ابن مين؟ دي بقى مسؤوليتها هي. وانا اضمن منين ان لا لا اوعى تقولها يا بيه، انا عمري ما بعت نفسي. انا صحيح من ولاد الشارع من زرع الرصيف، لكن عمري ما بعت نفسي. انا لولا اني حبيتك ولولا انك اتجوزتني ما كنتش خليتك تقرب لي ابدا. مش هي دي المكافأة اللي اخرج بيها؟ انا بحبك وبحب تراب رجليك، خليني جنبك اخدمك بعناية، هكون راضي. بس سيبني في حماك انا واللي في بطني. الكلام ده احنا انتهينا منه خلاص. وانت ما يخلصكش برضه يا استاذ عيسى. اسمع يا جرجاوي، اذا كان قلبك عليها خليها تبعد عني. تبعد عنك ازاي وانت كنت متجوزها؟ ده جايب شاهد يشهد معاكي. ربنا هو اكبر شاهد. انت شفتيني لما جوزتها؟ شفت مأذون؟ شفت قسيم الجواز او حتى ورق الجواز؟ لا يا بيه. طب اطلع بره انت ويه. اطلع بره، شيل ايدك من عليا. لا لا يا عم جرجاو، انا ما اتخلكش اللي بيدوت عليا واصل. انا هطلبك يا بوليس. مفيش داعي يا بيه، يلا بينا يا عم جرجاو. انت ما تستاهلش ان اتحايل عليك، ما تستاهلش ان اللي في بطني حتى يعرفك. انت جبان. جواب يا ست الحاج، باينه من ساعتي. ايوه منه، فيه ريحته، قلبي ما يخيبش ابدا. اقراهولك يا ست الحاج؟ اقريه بسرعه يا بنت، اعملي لك همه شويه. يا ترى يا عيسى يا ابني عامل ايه بقى؟ ما هفتش عليك مامتك تقول اشوفها؟ ده فيه شيك كمان يا ست الحاج. بكام؟ بمية جنيه. مصروف البيت زي ما كان عايش في وسطنا، لكن انا مش عاوزه فلوس، ده انا عايزاه هو. ماما العزيزه، لعلك بخير. اعرفك اني بعت شقه اسكندريه. يا لهوي، بعتها ليه يا عيسى؟ لازم فلوسه خالص، امال هيعمل ايه بعد كده؟ وانا اقيم الان في فندق سيسل. اللي عمله حسن محدش يعمله في الدنيا دي كلها. يسافر له هو وجوز اخته الدكتور خالد علشان يعرض عليه وظيفه، يقوم يطرده ويهينه. يا اخويا بس ما تتحمقش كده، انت يعني كنت معاهم ولا شفت حاجه؟ يا حكمه ما تحوديش عن الحق يا حكمه.
اهو من زهقه وقال كلمتين. ايه يعني اللي جرى؟ مش برضه تعذره لما يعرف ان حسن اتجوز سلوى؟ اه منكم يا عيله الدباغ، ده لو عنده ذره عقل كان رجع معاهم وكان ماسك في الوظيفه بايديه واسنانه. مستشار قانوني لشركه معتبره، لا مقيد بمواعيد ولا برؤيته، وكان دخل بقى الحياه بمجهوده هو. انما لا، يا مدير عام بالاونطه واللالي يا بلاش. حافظ لم لسانك وما تغلطش. اهو بعشقة اسكندريه، بكره يتضير على بيت الحنفي هو راخر. اه امال يعني هيصرف منين ويعيش ازاي؟ قال كنا بنعايب على فتحي. قال قول بقى انك خايف على بيت الحنفي. انا حد الله ما بيني وما بينه، اللي عمري ما بصيت له ولا قلت ان مراتي لها نصيب، حتى في ايام الضنك ما فتحتش بقي. لا يا حكمة، لا انا مش خايف على بيت الحنفي، انا خايف على عيسى، خايف على اخوكي، عايزه يفوق. ومين ادراك انه مش حاسس؟ عيسى اخويا وانا عارفاه عنيد، بيعاند نفسه كانه بينطح حجر صوام. انت فاكر ان قلبي مش بيتقطع عليه؟ ربنا يهديه ويهدي نفسه ويفتح نفسه للدنيا. اخسى عليك يا خالد، خضيتنا. لازم افتكرتيني يا عم بسيوني. يا سلام، بابا عند عمتي وانت عارف كده. اللون ده يجنن، هيبقى عليا مدهش. ده مش لحبيبي الكبير. ايه ده؟ يعني ده مش ليا؟ لا. لازم لعم بسيوني بقى. برضو لا، ده الحبيب الصغير. ما تعطلنيش. اعطلك؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ خالد بابا زمانه جاي. استني يا مجنونة، حسبي على برعي. اهو انت بقى يا عزيزة يا اختي اللي بتعملي في روحك كده. وهو انا بايدي يا بسيوني، انا على يدك كنت قاعده كويسه، لكن حسيت ان روحي بتنسحب من ضوافر رجلي. الفكر يا عزيزه، الفكر ده يهد الجبل. كوبايه الليمون هي بين هادي. قومي بقى كده اشربي شويه الليمون دول هيروقوك على طول. السكر اللي عندك مش محتاج تطحني نفسك كده اهو. وهو انا بايدي يا بسيوني. يا ست، هو لا قدر الله محبوس ولا في استبالية؟ ما هو صخ سليم وقاعد في الكنضة ما ينزلوش فيها الا الناس الكبار. بسيوني، انا عاوز اشوفهم هما الاثنين، عيسى وفتحي. نفسي اشوفهم. انا حاسه ان انا هموت. فال الله ولا فالك يا عزيزه. اعمل معروف يا اخوي، اشوفهم ولو لساعه زمن. انت اب يا بسيوني وعارف الله فعظمة. طيب يا عزيزه طيب، بس اشربي حبه الليمون دول ويحلها الف حله. اديني فوت على مكتب التلغراف وشديت لي ده واحد ولي ده واحد، اعمل ايه؟ ما تفرض يا خالد يا ابني جرى لها حاجه بصحيح، تبقى ماتت ومحرومه من ولادها اللي هم يبقوا على بعد ساعتين سفر منها. الاعمار بيد الله يا عم بسيوني. وقلت ايه في التلغراف؟ قلت ايه؟ قلت والدتك في خطر. حتى الراجل اللي في المكتب ما رضيش ياخد تلغراف فتحي الا ما يعرف نمره البطاقه والعنوان ويمضين ان انا خاله. وما بعتش التلغراف التالت ليه؟ لمين؟ لحكمت. هو انت ما يفوتكش فوته ابدا للضحك؟ عشان تروق يا عم بسيوني، اضحك اضحك للدنيا قبل ما تضحك هي عليك. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الحمد لله اني شفتك يا ضلاي. خضتوني بالتلغراف ده. هو كان نفسي اشوفك يا عيسى،
كان متهيألي ان انا هموت من غير ما اشبع منك. ماما انت دايما تكبري كل حاجه. شايف يعني اني انت مش للدرجه دي؟ دي ما شمتش نفسها الا لما شافتك يا بيه. انما قبل كده كانت حالتها تصعب على الكافر. وهو كان بيسهل عليا ان اعيش محرومه منكم. يا حبيبي يا ابني نورت اوضتك وشقتك ونورت قلبي كمان. على كل حال انا كنت هرجع مصر حتى من غير تلغراف. صحيح يا عيسى. ايوه خلاص زهقت من هناك. يعني هتقعد خلاص؟ ما انتش مسافر تاني؟ لا 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 لا. طب يعني هتشوف الوظيفة اللي قالك عليها حسن؟ وايه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ ما هو يا عيسى انت يا ماما ناقصك حاجة؟ عايزة حاجة؟ مالك ومال وظيفة ولا مش وظيفة؟ ثم ايه حكاية سي حسن ده اللي طلعتولي فيها؟ من امتى حسن كان بيوظف؟ ويوظف مين؟ يوظفني انا؟ انا عيسى الدباغ يا ماما، عيسى الدباغ. طب بس اسكت يا اخويا ما تزعلش. ما هو حسن بقى نجم العيلة طبعا ناسب علي سليمان. انا ما رضيتش اروح الفرح يا عيسى، ورحمه ابوك عبد السلام لا انا ولا حكمه اختك رضينا نروح. مراحكم ما كانش هيغير شيء من الموضوع. لو كنت عايز اتجوز هتجوز ست ستها. طبعا يا عيسى طبعا يا حبيبي ست ستها. حسن الغيبة الطويلة دي مشاغل يا زينب، بنرجع الشغل تاني بعد الظهر. ولا مشغول بسلوى ونسيتنا؟ إذا كنت أنت انشغلتي بخالد ونسيتينا. الرد خالص يا أبو علي. أمال فين بابا وخالد؟ أهلا أهلا بابو علي. شفت إزاي؟ جه اليوم اللي بقيت تيجي فيه عند أبوك زاير. ما دي سنة الحياة يا بابا. الشجرة بتطلع فروع وكل فرع بيبقى شجرة ويطلع فروع تانية وهكذا. أيوة بس نسيت تقول إن الشجرة العجوزة بتدبل وراها بينشف وبتموت وفروعها هي اللي بتخضر، ودي سنة الحياة. ربنا يديلك الصحة يا بابا. أمال فين خالد؟ عند ربوية. وزي عمتي ما تيجي يا بابا نفوت نشوفها. يلا يا اخويا اهو عيسى جه امبارح. يبقى بلاش نروح دلوقتي. انت لسه واخد على خاطرك منه يا ابو علي؟ مش قوي، انا حاولت اساعده لكن هو اللي رفض. الفرصه لسه يا حسن. لسه ولو ضاعت فيه غيرها كتير. المشكله مش مشكله ان في فرصه عمل ولا مفيش، لكن المشكله هل في رغبه في العمل ولا لا. عيسى ممكن يفتح مكتب محامي ويشتغل حر حتى لو ما اشتغلش موظف، انما هو هيبقى مدير عام يا ما يبقاش. يعني مش ناوي تيجي زي ما قلت؟ معلش يا بابا اعفيني، وصدقوني انا مش زعلان منه، انا زعلان له وعشانه. ربنا يحميك يا ابني انت وزينب وجوز زينب. تصدق بالله يا خالي التلغراف اللي انت بعته ده اول حاجة تعملها في حياتك وتكيف منه كده يا ابني؟ الله يسترك. لا ما اقصدش، اقصد ان جه في وقته. طبعا اتخضيت شوية على ست الحبايب ورحت للقائد اداني 72 ساعة، ولما جيت بقى واطمنت ان الحاجة عزيزة بخير والاشياء معدن، بقوا ال 72 ساعة دول كأنهم كنز قدام عينيا. أهو خالك بسيوني يشكر اللي خلاني أشوفك أنت وأخوك. هو راح فين؟ ما جاش يسلم عليا. بره. امبارح خرج المغرب وما رجعش إلا وش الصبحية.
حتى جه من غير ما احس بيه. والنهارده برضه خرج قبل ما يوصل اخوه بشويه. يعني مفيش حد يعقله يا اخواتي. الزمن يا حاج عزيزه. قبل ما ادخل الجيش وانا لسه في المدرسه كان كل اللي جوايا احساس بالفشل. كنت حاسس اني ماليش اي نفع ولا قيمه ولا اسويش حتى نكله. وكان كل املي ان اسيب البلد واطلع بره في اي حته. اي داهيه بالنسبه لي كانت جنه احسن من هنا. لكن بقى لما دخلت الجيش ورحت على الجبهه بالذات عينيا اتفتحت على حياه تانية. احساسي اتغير ونظرتي للدنيا اتغيرت. حتى هدفي في الحياه اتغير. والله براوة عليك يا واد يا فتحي. مش ده يا عزيزه اللي بتقولي عليه طالع خايب وتلفان وبايظ؟ خف يا خالي خف شويه. ما تعملهاش حلوانه في سلوانه وترص الكلمتين اللي عاوز تقولهم بقالك سنين. خليت نضحك يا فتحي وانا قلبي كان نسي طعم الضحك من زمان. كل شيء ولو تمن يا حاجه. هنتحاسب بعدين. احسن ابنك العزيز جاي ما اشفر وسالف من الجيش التاني كله. عمرك ما هتتغير يا فتحي. يموت الزمار واصبعه بيلعب يا عزيزه. الحق يا استاذ فتحي صاحبك شوقي بره. ايه اللي جابه؟ انا سايبه الصبحيه على الجبهه. قوم شوفوا يا ابني وادخلوا اتكلموا جوه. عن اذنك يا خالي. شايف حسهم بيملى البيت ازاي؟ لما بكون لوحدي انا وسعديه ما تسمعليش اي صوت. لما رجعت من الخدمه قالوا لي ان فتحي جاله تلغراف وان والدته في حاله خطر والقائد اداله تصريح ب 72 ساعه. انا ما طقتش نفسي يا جدع وافتكرت ان المرحومه قصدي يعني الحاج يعني الله لا يقدر اتوكلت. لم لسانك. انا مش بقول لك الحق ولا اكذب عليك بقى. المهم انا وقعت في عرض الشاويش فهم الدهول. قلت له لا يمكن اسيب فتحي لوحده ياخد المعزه. لازم اكون معاه. ده اخويا وحبيبي لازم اروح اشيل الخشبه ولا اخد بالعزه يعني. المهم قعدت العبه واتحايل عليه لغايه لما راح للقائد وجاب لي تصريح ب 72 ساعه يتخصم من اجازتي الجايه. يعني الدهول اللي نفع؟ لا الست الوالده هي اللي نفعت. لولا لا انا ولا انت كنا هننزل. على كل حال عايزين نحتفل بالمناسبه السعيده دي اللي جمعتنا سوا في القاهره. ها بس ايه بقول لك ايه؟ الحق اروح امرجح قلبي بشويه عاطف قبل ما اشوفك بالليل. وهو اللي يحب واحده يقعد اكتر من شهر ما يسالش فيها؟ لا هو يا جدعان على راي امي هو انا بايدي اساله وما سالتش؟ ده انا في الجبهه. ده لولا الشاويش فهم الدهول ربنا يعمر بيته والحاجه عزيزه ربنا يديها الصحه ما كنتش نزلت الاجازه دي. ده انا ما صدقت لقيت راجل اتشعلق فيه واكتبه في بطاقه التموين. طب وعهد الله انا بفكر في حاجه دلوقتي الا فيك. انا كنت هاخد مجلس عسكري من تحت راسك. يا لهوي على راي مامتك. وانا واقف في الخدمه من كام ليله كده سرحت وافتكرتك وقعد مخي يجيب ويودي وروح ويجي. تهيألي انك معايا هنا قاعدين بنحب بعض. انت تقولي لي شوقي وانا اقول لك اعتدال. انت تقولي لي شوقي انا اقول لك اعتدال. شوقي اعتدال. تاري جسمي ريح ورحت قاعد وعينيا راحت في النوم وانا برضك بقول اعتدال شوقي اعتدال اعتدال. صحيتش الا على زغد من الشاويش فهم الدول رحت منطور من النوم. ولولا انه شاويش طيب وابن حلال كان حولني المجلس عسكري بتهمه النوم اثناء الخدمه. طب قولي انت هتخلص الجيش امتى؟ هخلصه يعني مش عارف يعني. وبعد ما تخلصه هتعمل ايه؟ هعمل ايه 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 الاسئلة الصعبة دي؟ مش لازم اطمن واشوف مستقبلي. لا ما هو مستقبلك كويس يعني هتشوفين شباب. هشتغل. هتشتغل ايه؟ هشتغل ميكانيكي. اصل ابويا كان ساب لنا ورشة صغيرة كده ولما مات اجرناها فمادام بقى لازم اشتغل بقى هاخد الورشة واشغلها. لكن انت بقى يعني هترضي تحبيني بعد كده؟ يا حلاوتك وانت مشحم ومزيت وريحه البنزين بتروح منك.
هجيب ترمب التنزيل احطها عندي في البيت. طب اعتدالي انت. طب انت ممكن تتجوزيني؟ اتجوزك واتجوز اللي يتشدد لك كمان.